بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم يا رابع هو التاء المربوطة والهاء المربوطة والتاء المبسوطة. يتحدث درس اليوم كيف سنستطيع التفرقة ما بين التاء والهاء والتاء المربوطة، وإذا تعرضنا في الامتحان للاختيار من بين هؤلاء الخيارات نختار الخيار الصحيح. أولاً يا رابع سنتحدث عن التاء المربوطة وكيف يمكن تمييزها في الكلام. التاء المربوطة تأخذ شكلين، إما تأخذ شكل هذه التاء وهي التي تتصل بما قبلها، وإما تأخذ شكل هذه التاء التي لا تتصل بما يسبقها من الكلام. لذلك يا رابع سنقوم بالتفرقة بين هؤلاء الأحرف. أولا نأخذ مثال كلمة المدرسة تو. قد تأتي المدرسة وقد تأتي في جملة مسبوقة بحرف جر المدرسة، وقد تأتي منصوبة بالمدرسة تا. سنأخذها في الحالات الثلاثة، أولا مدرسة، مدرسة، مدرستي. هذه الحالات يا رابع هي الحالات الثلاثة للحركات كسرة فتحة ضمة. مدرسة، مدرسة، مدرسة. إذا في حالة التنوين أيضا في جميع هذه الحالات أنا قمت بنطق هذه التاء، ظهر صوتها في الحلق، ظهر صوت التاء في الحلق. الآن سنقوم بتجربة بسيطة. ما هي هذه التجربة يا رابع؟ وضع السكون على هذه الكلمة المدرسة. المدرسة، هل تغير شيء يا رابع؟ نعم تغير اللفظ، تغير اللفظ. ماذا كان لفظها يا رابع؟ كان لفظها تا. المدرسة تو، المدرسة تا. بينما عندما وضعت السكون يا رابع أصبحت المدرسة. ما هو صوتها؟ ها، هنا صوتها تا. إذا التاء المربوطة هي التي تلفظ عند الحركة تا وعند السكون ها. إذا التاء المربوطة عندما أقوم بوضع السكون عليها فإنني ألفظها ها. الهاء المربوطة القسم الآخر، إما تأتي على هذا الشكل أو تأتي على هذا الشكل. فرضا عندي كلمة والده، أمه، عفوا، والده، والده، هو الحرف صوت ها. بينما إذا أردت تسكينها والده، والده. إذا الهاء المربوطة عندما وضعت عليها الحركة كان صوتها ها، وعندما وضعت عليها السكون أيضا كان صوتها ها. إذا ما الفرق بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة؟ أن التاء المربوطة عندما عند الحركة وعند السكون تلفظ تاء، بينما عند الحركة تلفظ تاء وعند السكون تلفظ ها. بينما الهاء المربوطة عند الحركة تلفظ هاء وعند السكون أيضا تلفظ هاء. سنتعرف على التاء المبسوطة. التاء المبسوطة هي عبارة، هذه التاء المربوطة أنا قمت بربطها، والتاء المبسوطة قمت بفكها. مبسوطة يا رابع، أنتم مبسوطين؟ لما نكون مبسوطين يا رابع كيف يكون شكلنا؟ هيك صح؟ هذه شكل التاء مبسوطة، أو في ممكن أن نسميها التاء المفتوحة. ماشي يا رابع؟ عندنا باللغة العربية التاء المفتوحة تأخذ هذا الشكل، في اللغة العربية تأخذ هذا الشكل. عندي كلمات البيت، البيت، في حالة الرفع تصبح البيت، وفي حالة الجر تصبح البيت، وفي حالة النصب تصبح البيت. هنا يا رابع البيت، انتبه على الصوت، البيت،
البيت في جميع الحالات يا رابع ذكرت عنا تاء، لفظت تاء، سمعت صوتها تاء. طيب يا رابع دعونا نضع عليها السكون. البيت، 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 الصوت تاء. إذا التاء المقصودة تكون وهي محركة تلفظ تاء، وفي السكون تلفظ تاء أيضا. طيب يا رابع مثلا أنا سأقوم بكتابة حركة تاء وفي السكون تاء. ويعطيكم العافية يا رابع.